ولمناقشة مآلات التصعيد على غزة ودلالات اقتحام المستوطنين للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صلاح العواودة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك، صباح الخير لك وأستاذ. حياكم الله. أولا، كيف تقيم يعني ما جرى حتى هذه اللحظة والبيان الذي صدر بخصوص وقف إطلاق النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. لا شك جولة أخرى من جولات المواجهة مع الاحتلال، ووفق النهاية يبدو أنها لن تكون الجولة القادمة بعيدة. هناك قضايا عالقة يبدو أنه لم يتم حسمها، فأسباب هذه الجولة ستكون قائمة بعد انتهائها أيضا. فاستمرار الاحتلال في الاعتقالات في القصر الغربية والاغتيالات واقتحام المسجد الأقصى والتعويد والاستيطان وارتكاب الجرائم يوميا في القصر الغربية سيكون يعني سبب كافي لاشتعال الأوضاع مرة أخرى. الاحتلال حاول فرض معادلة أنه لا يجوز لقطاع غزة التدخل نصرة للضفة الغربية أو القدس أو المقاومة في الضفة الغربية، والمقاومة رفضت هذه المعادلة وهي مستعدة لدفع الدماء في سبيل ذلك. وبالتالي عودة الاحتلال إلى الاعتقال والاعتقالات الإداري والعربدة في الضفة الغربية يعني أن المعركة قد تكون انتهت لكن الحرب لم تنتهي، أو أن وقت إطلاق النار دخل لكنه سرعان ما سينتهي قريبا. الضمانات المصرية لا تكفي في عرف الاحتلال، وفي وفقا للتجربة مع الاحتلال سابقا دائما هناك في ضمانات عربية أو ضمانات مصرية غالبا ما يتملص منها الاحتلال. إذا لم يكن الاحتلال هو نفسه من تعهد وبشكل واضح ومكتوب وخطي لم يلتزم. نعم. ما تعلق بالأسرى وهو مجرد وعد مصري يبدو أكثر منه اتفاق من طرف الكيان، وهو يشكك في إمكانية التزام الكيان، لكن إن غدا لناظره قريب سنرى. أستاذ صلاح، نعم نعم، ما تفضلت به أمور مهمة وتطرح سؤال آخر حول دائما بعد كل جولة يثار هذا السؤال، ما بماذا خرجنا من هذه الجولة؟ ويغيب عن الناس في بعض الأحيان بعض النقاط الاستراتيجية في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، ويبحثون عن نقاط فعلية على أرض الواقع، يقولون بماذا خرجنا من هذه المواجهة على سبيل المثال؟ نعم، هو لا شك أن هناك تأثير سلبي للجمهور أو للإعلام على الجمهور، والحديث عن التطبيع والحديث عن العلاقات الدولية في ظل حالة احتلال ومقاومة في فلسطين يشتت فكر الجمهور ويجعله يفكر بموازين الدول وإعلان الحروب. الحالة الفلسطينية هي حالة مقاومة تواجه الاحتلال، وهي مستمرة في جميع أنحاء فلسطين بأشكال مختلفة وبمقاييس مختلفة. نحن لا نتحدث عن غزو أوكرانيا ولا نتحدث عن صراع بين دولتين، هذا صراع بين شعب تحت الاحتلال وبين احتلال مدعوم من القوى العظمى. وبالتالي الطبيعي جدا هو أن يكون هناك مقاومة لهذا الاحتلال، والاحتلال يحاول القضاء على هذه المقاومة. هذه المعادلة على أرض الواقع ليست حربا لتحرير أرض، نعم، ولا هي حربا لغزو بلد آخر، هي مقاومة لهذا الاحتلال. قد تنجز أحيانا أهداف محدودة، قد يكون الهدف الأساسي فيها رد عدوان وصد عدوان ولجم عدوان وردع هذا الاحتلال أكثر من أي هدف آخر. وبالتالي هذا ما يجب أن يتم توضيحه دائما للجمهور، نحن لسنا في صراع متكافئ، لسنا في صراع بين دولتين أو أن هناك جيوش تعلن الحرب، نحن مقاومة، الشعب الفلسطيني لديه مقاومة غير متكافئة مع هذا العدو، ولا يملك إلا أن يقاوم. فالعدو متغول يوميا، يصادر الأراضي ويهدم البيوت ويعتقل ويقتل ويهود،
وبالتالي لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة بما يملك من إمكانيات. نعم. أخيرا أستاذ صلاح، لا شك أنك اطلعت على الحرب النفسية التي بدأ بها الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاستهدافه للجعبري وبعده لقيادي آخر، والمجازر التي ارتكبها بقوله أنه يستهدف فصيلا من الشعب الفلسطيني وليست لديه مشكلة مع أهالي القطاع، وبالتالي وضع باقي الفصائل في زاوية الدفاع عن نفسها. كيف تنظرون للموضوع وكيف يمكن الاستفادة من هذه النقطة في المواجهات القادمة؟ صحيح، هذه المسألة يعني هي كثيرا متشابكة وتحتاج إلى توضيح أيضا. العدو بلجوءه لهذه الطريقة هو لا شك يحاول وضع أسفين بين فصائل المقاومة تحديدا، لكن المقاومة بالنسبة لها واضح الأمر، قد يلتبس الأمر على بعض الجمهور وبعض المراقبين، لكن بالنسبة للمقاومة الأمور واضحة. العدو لا يملك كثيرا من الأخلاق ليترك المقاومة بدون أن يهاجمها في قطاع غزة، أو أن يترك حياة الناس طبيعية في قطاع غزة وهو يستهدف فصيلا بحد ذاته كفصيل الجهاد الإسلامي. العدو لديه حسابات كثيرة، هو لم يرد أن تتحول إلى معركة شاملة واسعة، وبالتالي استهدف فقط الجهاد الإسلامي. سابقا كان العدو إذا أطلق صاروخ من قطاع غزة يهاجم قواعد لحركة حماس بصفتها السلطة الرسمية المسؤولة عن قطاع غزة، ويقول نحن لا نرى إلا عنوان واحد في قطاع غزة هو حركة حماس. ما الذي جرى الآن وجعل الاحتلال لا يتوجه بهجومه على حركة حماس؟ هذه معادلة لصالح المقاومة وليست ضد المقاومة. أن يعلن الاحتلال أنه لا يريد المساس بحركة حماس، أو لا يريد المساس بسلطتها، أو لا يريد المساس بالذراع العسكري لحركة حماس، هذا تراجع في موقف الاحتلال وليس تراجع في موقف المقاومة. نعم. أستاذ صلاح أخيرا، نعم معذرة المقاطعة لضيق الوقت، أخيرا حصل اليوم أمر أيضا كان مستفزا جدا، وهو الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وبأعداد كبيرة جدا لم يسبق لها مثيل في الفترة الصباحية، قرابة 1700 مستوطن صهيوني اقتحموا الأقصى، كيف يمكن النظر إلى ذلك العدوان مجددا؟ الحقيقة أن اقتحامات المسجد الأقصى كما ذكرت أنت هي مستمرة، وهي في مناسبات سنوية معتادة يتم هذا الأمر، وهي متزايدة، وهذا سبب أساسا اشتباك المقاومة مع الاحتلال في هذه الجولة تحديدا. والأمر لم ينتهي، ومن المرجح جدا أن نعود إلى جولة قريبة جدا كما ذكرت في بداية المداخلة. هناك اعتداءات يومية سواء في الأقصى أو في أي مكان آخر في الضفة الغربية، وستكون المقاومة دائما متربصة بهذه الاعتداءات ومترقبة لها، وستكون لها كلمتها دائما. لذلك الأمر لم ينتهي، هذا الاتفاق لم ينهي الصراع، هناك مقاومة وستنفجر جولات أخرى قريبا. سواء بسبب اقتحامات الأقصى أو لأسباب أخرى. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صلاح العواودة، شكرا جزيلا لك.